حصرياً مع مبادرة التعلم عن بعد باستخدام تطبيقات أوفيس 365 مع نخبة من أفضل مدربي مصر. الفريق الأول صاحب كتاب أوفيس 365 بطبعاته الأربعة مع فريق أوفيس 365 سوهاج وتحت رعاية مديرية التربية والتعليم بسوهاج ومركز التطوير التكنولوجي بسوهاج. يقدم لكم مبادرة التعلم عن بعد باستخدام تطبيقات أوفيس 365. والآن أترككم مع جدول المبادرة لشهر يوليو 2020. في اليوم الأول سوف يتم شرح الواجهة الرئيسية لأوفيس 365 مع تطبيق ون درايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، محبي وعشاق تكنولوجيا المعلومات عامة وتطبيقات أوفيس 365 خاصة، يدعوكم في هذه الليلة فريق أوفيس 365 لحضور محاضرة في أساسيات أوفيس 365 بجزئين. يبدأ الجزء الأول مع الأستاذ محمد عبد محمد هلالي، معلم الصفوف الأولى بإدارة البليانة التعليمية، مسؤول منصة التعلم عن بعد إيدومودو بإدارة البليانة التعليمية، معلم خبير بمايكروسوفت وأحد متألقي مدربي أوفيس 365. يبدأ معنا الليلة في عرض لأوفيس 365 مزاياه وفوائده. نتمنى له التوفيق وتمنى لنا ولكم المتعة والاستفادة. تفضل مستر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لأخي المتألق الفاضل وكبير مبدعي أوفيس 365 مستر ناجح وهبة على المقدمة. الأخوة الزملاء الفاضل، تحية طيبة وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في المبادرة العاشرة من مبادرات مبدعي فريق أوفيس 365، والذي يعمل دون كلل أو ملل أو انقطاع لخدمة العملية التعليمية ولخدمة المعلمين على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى المستوى العالمي لنشر المعرفة والمعلومة وإصدار الكتب والفيديوهات والأدلة الإرشادية. وكل الشكر والتحية للقائد الفريق على الإعداد والتنظيم والتواصل المستمر والدعم للفريق، الأستاذ المهندس طارق أحمد أبو زاهر، مايسترو ودينمو الفريق ومنسق عام برامج مايكروسوفت. وكل الشكر أيضا للفريق المتعاون الذي دائما نتعلم منه كل جديد وفي سباق مع الزمن لمواكبة التطورات والتكنولوجيا وتوصيلها بشتى الطرق كل المعلمين، فكل الشكر والتحية والتقدير لهم. كما يسعدني أن أتواجد معكم في أول ليلة من مبادرات أوفيس 365، وأشكر السادة الحضور من شرفونا الليلة بتواجدهم معنا، فأهلا وسهلا بكم جميعا، مع تمنياتي لكم بإذن الله بمحاضرة ذات فائدة ومتعة. والمبادرة الليلة منقسمة إلى جزئين. الجزء الثاني هيكون مع المتألق والمبدع الكبير الأستاذ ناجح وهبة، والذي سوف يقدم لنا إن شاء الله ون درايف. أما الجزء الأول هكون معكم إن شاء الله أخيكم الأستاذ محمد عبد محمد هلالي، معلم أول بإدارة البليانة التعليمية محافظة سوهاج، وهقدم لكم بإذن الله تعالى فكرة عن أوفيس 365 وأهم المزايا والواجهة الرئيسية وكيفية تطبيق الإعدادات الخاصة بها. نبدأ على بركة الله تعالى. طبعا الشق مزايا أوفيس هيكون تقريبا في البداية نظري، يعني الفوائد بتاعته، ثم نتطرق إلى الدخول إلى الموقع وكيفية التسجيل والدخول على أوفيس 365 وكيفية إعدادات الأوفيس وكيفية كمان تثبيت وتنزيل البرامج الخاصة. أولا يعني أحب
اقول، وقلنا الكلام ده في مبادرات قبل كده، وللتذكير يعني انه الايميل بتاعنا اللي هو ايميل اوفيس 365 ده يمتلكه كل معلم، وكل مؤسسه تعليميه تملك هذا الايميل، ويعتبر الايميل ده ايميل رسمي ومعتمد على مستوى دول العالم، ومعتمد في وزارة التربية والتعليم خاصة في مصر عندنا. طبعا الإيميل ده بنتعامل به سواء بين المعلم والإدارة بتاعته، أو بين المعلم والمديرية أو الوزارة. كمان الإيميل بتتعامل به المدرسة برضو بين الإدارة والوزارة كذلك الأمر. الوزارة نفسها ممكن بتخاطب المديريات وبتخاطب الإدارات عبر خلال الإيميل الرسمي المعتمد. طبعا أول حاجة يعتبر الإيميل ده إيميل مجاني لكل المعلمين دون أدنى تكلفة، حيث أنه الاشتراك السنوي لغير المعلمين لو حابب أنه هو يشترك في البريد الإلكتروني أو بريد أوفيس 365 هيكون ليه قيمة شهرية أو قيمة سنوية بيدفعها تقريبا حوالي 1500 جنيه مصري. نتكلم عن أهم مزايا الإيميل بجانب أنه مجاني، طبعا أنه هو إيميل محمي ولا أو آمن، ولا يمكن اختراقه من أي جهة أو من الهاكر، زي ما احنا عارفين أنه أغلبية الإيميلات والحسابات بيتم تهكيرها أو سرقتها، وبيكون من الصعب أنه يسترجعها. لكن عندي البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم بيكون عليه حماية كبيرة جدا، ومن الصعب اختراق الإيميل، ومن الصعب أنه أحد يهكر على الحساب بتاعي. كمان لو حصلت أي مشكلة في الإيميل بتاعي من السهل جدا استرداد الحساب، سواء عن طريق الإدارة أو المديرية أو الدعم الفني الخاص بإيميلات أوفيس 365. بعد كده البريد الإلكتروني فيه العديد من التطبيقات اللي نحن هندخل إن شاء الله على الصفحة بتاعت التطبيقات بتاعتنا، هنشوف العديد من التطبيقات والخدمات المتنوعة زي حزمة أوفيس بآخر إصداراتها، والبريد الإلكتروني، وبعض التطبيقات اللي هنتعرف عليها بإذن الله. من أهم المزايا أيضا إن أنا بيكون عندي أحدث النسخ موجودة. الشاشة عندي. مش موجودة عندي ولا عند الكل؟ الشاشة مش موجودة عندي. الشاشة موجودة قدامنا. موجودة قدامنا. نكمل لو سمحت يا حضرات. لو في اي مشكله مع اي حد ممكن يكتبها على الشات، وفي الاخوه الزملاء الافاضل مقدمين العرض ممكن هيردوا عليكم، ولو في اي حاجه هم هيبلغون حضرات. بالنسبه لباقي المزايا، انه انا ممكن اثبت النسخ الموجوده عندي، بيسمح لي بتثبيت اكتر من 15 نسخه مختلفه. 15 نسخه ممكن بثبت 5 نسخ على الاجهزه الديسكتوب او اللابتوب، بكمان ممكن بثبت 5 نسخ ثانيه على الهواتف المحموله، وممكن بثبت 5 نسخ على التابلت. يعني انا بيكون عندي حوالي 15 نسخه من التطبيقات والخدمات الخاصه بالايميل الخاص بالمعلم. عندي كمان تطبيقات مهمة جدا، اللي هي ممكن بعمل عملية تواصل مع المتعلمين أو مع الطلاب بتوعي، وهي من خلال إنشاء العروض التقديمية زي الباوربوينت أو تطبيق سوي. كمان عندي شبكة اجتماعية مميزة، وهي شبيهة بالفيسبوك، لكنها هي قاصرة على المعلمين أو من يمتلكون حساب أوفيس 365، واللي هي بتفيدني أني أنا بكون وسط مجتمع تعليمي رقم واحد، كمان بين أشخاص غير مجهولين الهوية زي الفيسبوك أو بأسماء مستعارة. لا، ده بيكون كل المتواجدين من خلال شبكة اليمر كلهم معروفين بالإيميلات بتاعتهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم،
وكمان الادارات بتاعتهم. عندي تطبيق الفورم او النماذج اللي ممكن من خلاله ان انا بعمل انشاء اختبارات الكترونية للطلبة، او ممكن بعمل استقصاء واختبارات. كمان عندي برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، عندي برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي زي سكايب، زي البرنامج اللي احنا حاليا شغالين بنعمل محاضرة عليه اللي هو تيمز. كل دي مزايا تواصل ممكن من خلالها ان انا اعقد الندوات واللقاءات والاجتماعات. كمان عندي القناة المخصصة لرفع الفيديوهات اللي هي ستريم، اللي هي ممكن ان انا برفع كل الفيديوهات الخاصة بي وانشرها بين المعلمين، وهي شبيهة باليوتيوب. كل دي يعني مزايا، ولو تكلمنا عن المزايا هنلاقي مزايا كتير جدا مش هنقدر نخلص المزايا بتاعتها. بالإضافة ان انا عندي سعة تخزينية كبيرة جدا اللي هي بتبلغ 1 تيرا، يعني 1024 جيجا بايت. يمكن ان انا اشارك بعض الملفات مع الاخوة المعلمين او مع المشاركين معاي للتعديل على الملف، يعني ممكن اكتر من مجموعة تشارك على نفس الملف واحد، مثلا زي الوورد او الباوربوينت، اي ملف ممكن بعمل له مشاركة وصلاحيات انه مجموعة الفريق العمل انها تشتغل في آن واحد على نفس الملف. يمكنني فتح التطبيقات من اي جهاز سواء كان موبايل او لابتوب ومن اي مكان. وقلنا انه سبب تسميته باوفيس 365 ما خدش اي تسميات زي الاصدارات الخاصة باوفيس، زي ما احنا عارفين ان اوفيس كان مر بعدة اصدارات زي مثلا اوفيس 2003 او 2007 او 2010 2013 الى وجود ويندوز، قصدي وجود اوفيس 2016. كل دي مسميات، لكن انا عندي هنا اوفيس 365 لم يرتبط بعام ولا بسنة محددة، والسبب في ذلك لانه هو دائم التحديث ومستمر، فهو بيكون اخر اصدار بينزل معايا بينزل على 365. يعني انا النهاردة في سنة 2019، قبل ما بينزل الاصدار بتاع الاوفيس 2019 بيكون عندي النسخة المحدثة عندي على الجهاز. يا ابو الحاج، فدي كلها يعني مزايا، وعشان كده كان الاسم اوفيس 365 لم يرتبط بعام. دي اشهر المزايا. كمان عندي التنمية المهنية والتربوية للمعلمين والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات مع كل المعلمين من جميع انحاء العالم. عندي الإدارة والتشويق في العملية التعليمية في التطبيقات اللي انا بعملها واشتغل عليها، العروض التقنية التي تجذب الطلاب الى التعلم دون ملل او تعب، والكثير زي ما قلنا من المزايا. هندخل على التطبيق الفعلي ازاي بندخل على الايميل بتاعنا، وازاي بنظبط الصفحة الرئيسية والاعدادات الخاصة بتاعتنا. طبعا نحن عارفين طبعا كلنا نمتلك الايميلات. انا هدخل بداية، هدخل على المتصفح الخاص بي واللي هو بيطلب مني كتابة الايميل والباسورد. هنا انا عشان اعمل تسجيل تلقائي ممكن اعمل تسجيل خروج وادخل على الموقع، وبدخل عليه من اي متصفح. تمام، يعني اي متصفح انا ممكن ان انا ادخل عليه. هنا بيديني اختيار الحساب، يعني انا لو مستخدم اخر لو في البداية مش بيجيب لي الحسابات دي عشان انا لي اكتر من حساب او شغال باكتر من حساب بيجيب لي الخيارات. فانا بكتب البريد الالكتروني عندي وبكتب كلمة المرور اللي بتدخلني على الصفحة الرئيسية الخاصة بأوفيس 365.
حابب برضو ان احنا بنشوف احيانا الايميل بتاعنا، نتعرف الى المكونات الايميل بتاعي. لو لاحظت هنا في الايميل بتاعي انا، تمام، او اي ايميل معلم هنلجوه بيتكون من شقين. الشق اللي من ناحية الشمال هنلاحظ انه بيبقى مكتوب في الاسم باللغة الانجليزية الاسم الاول. انا عندي هنا الاسم الاول محمد، بعد محمد دوت، وبعد كده بيعقبها الكود بتاع المعلم، الكود بتاعي. يبقى انا عندي الاسم دوت زائد الكود بتاعي، بعد كده ات، وبعد كده بتيجي علامة المجموعة المعلمين اللي هي المرموزة ليها بالتي 3. انا عندي المجموعة بتاعتي تي 3، كمان في تي 12، في تي 31، دي المجموعات المعلمين، فدي رمز للمجموعة. فانا مجموعتي تي 3 دوت، عندي بعد كده ام او اي، ودي معروفة الـ MOE، دي اختصار لوزارة التربية والتعليم. بعديها دوت EDU، وهي اختصار الـ Education يعني التعليمي. بعد كده دوت EG اللي هو رمز الدولة بتاعتي إيجيبت. ده بالنسبة للبريد الإلكتروني اللي هو ممكن نلقى الصيغة بتاعته طويلة شوية. طبعا بيشترك كل المعلمين في الجزء الثاني ما عدا عن المجموعة اللي هي ممكن تختلف من معلم لآخر. ده بالنسبة للبريد الإلكتروني الخاص بالمعلم. هنيجي هنا في الصفحة الرئيسية، طبعا ظاهرة أمام حضراتكم في العرض، الصفحة الرئيسية بتاعتي ظاهرة. يا مستر ناجح، الصفحة ظاهرة سيادتك يا محمد. طيب تمام، عندي أنا في الصفحة بتاعتي عندي الشريط الأفقي اللي هو لو خدناه من الناحية اليمين اللي هو بيبدأ بالمربعات تسع، على شكل تسع مربعات أو الشبيهة بالنقاط، يعني هي عموما تسع مربعات اللي هي من خلالها بيعرض لي كل التطبيقات الذي يحتويه البريد الإلكتروني الخاص بي. بالضغط عليها بيظهر لي كل التطبيقات. هنا التطبيقات اهي زي ما حضراتكم شايفين، بالنزول لتحت بعمل له كل التطبيقات، يعني اعرض كل التطبيقات، هيظهر لي كل التطبيقات اللي بيحتويه الايميل الخاص بكل معلم. دي طبعا التطبيقات حوالي اكثر من 25 تطبيق، والتطبيقات دي زي ما قلنا ان هي دائمة التحديث ومستمرة في التحديث اول باول. ده بالنسبة للتطبيقات. بعد التطبيقات بيعرض لي اللي هو العنوان بتاعي اللي هو اوفيس 365، تمام. وهنا ده البحث اللي هو ممكن بتبحث بيه عن تطبيق او عن ملف او عن شخص او عن مستند، عن اي حاجة بتكتب في البحث وبتدي له عملية البحث. هلاقي من الناحية اليسار عندي عندي اللي هو علامة الجرس اللي هي الاعلامات او الاشعارات، وهي شبيهة بالفيسبوك اللي هي ان انا بتخبرني اي اشعارات لتحديث حصل معايا او رسالة جاتني، كل ده بيديني اشعار وبيديني تنبيه. يعني هنا اللي همني اللي هو رمز الترس او الاعدادات اللي بنقول عليها، ازاي بظبط الاعدادات بتاعتي. العلامة الاستفهام دي اللي هي الدعم والتعليمات. اخر حاجة اللي هي الصورة الخاصة بي اللي ممكن بضغط عليها وبغير من خلالها الصورة بتاعتي. ده بالنسبة للشريط الافقي الخاص بالبريد الالكتروني الخاص بي. بعديه هنا بلاقي في قلب الصفحة بتاعتي بيجيب لي برضو اول حاجة كلمة بدء ملف جديد. ومعنى بدء ملف جديد يعني انشاء ملف جديد، يعني بيضغط عليه بيقول لي انت عايز ايه بالضبط. لو ضغطت على كلمة بدء ملف بيعرض لي ايه اللي هو مطلوب ان هو يقوم به. هل انت عاوز تنشئ مستند وورد فاضي، يعني انك انت هتبدأ تشتغل على الوورد،
هل انت عايز تعمل تبدا بملف باوربوينت وتنشئ ملف جديد وتبدا تشتغل عليه وهكذا في الاستطلاع وفي سوي وجدول البيانات ودفتر الملاحظات والفورم للاختبار. ده اللي هو انشاء ملف. مو مجرد ان انا بضغط على اي واحد فيهم بيفتح لي بينقلني على صفحة جديدة وبينشئ لي مستند جديد وبيبدأ اعمل الشغل بتاعي عليه. ده اللي هو بدء ملف جديد. وهنا الاوتلوك اللي هو البريد المراسلات اللي هو انا براسل بيه او بستقبل بيه الرسائل الخاصة بيا. ودي بقيه التطبيقات اللي هو الون درايف اللي هتكلم عليه الاستاذ نيح ان شاء الله في الجزء الثاني. وده حزمه اوفيس 365 اللي هي الوورد والاكسل والباوربوينت والون والشيربوينت والتيمز اللي نحن شغالين عليه وبقيه البرامج. ولو انا ضغطت على كل التطبيقات هنا برضو بتظهر معايا كل التطبيقات اللي هي ظهرت من خلال التسع نقاط او التسع مربعات اللي هنا. ده بالنسبه لجلب الصفحه اللي هو موجود هنا. مساء الخير التحية طبعا ولو في الصباح بيديك صباح الخير. اللي يهمني برضو نقطتين مهمين اللي هم ازاي ان انا بشتغل على الاعدادات الخاصة بتاعتي وبظبطها ازاي وكمان تثبيت نسخة اوفيس 365 على الاجهزة الخاصة بتاعتي. هنبدأ الاول بتثبيت النسخة. طبعا انا عندي نسخة مجانية وقلت انا عندي اكتر من 15 نسخة يمكنني ان انا اثبتها على اجهزه مختلفه اللي هي خمس نسخ للديسكتوبات وخمس نسخ للموبايلات وخمس نسخ للتابلت. لو في سهم هنا في جانب التثبيت لو ضغطت على السهم بتاعي ده بيديني خيارين بيقول لي يا اما انت هتثبت اوتوماتيك تطبيقات اوفيس 365 اللي هي الافتراضيه اللي عاملها الموقع او انك انت بيديك خيارات للتثبيت بيقول لك انت عاوز ايه تثبت الوضع اللي انت عايز تثبته. فانا عشان ابقى عندي حريه الخيارات فبختار على الاختيار الثاني اللي هي خيارات التثبيت الاخرى وبيفتح لي صفحه جديده اللي هي من خلالها يمكنني تثبيت اوفيس 365. هنا جاب لي كلمه تثبيت اوفيس لو ضغطت عليها هيثبت لي اللي هو الخيار الاول. على فكره لو انا ضغطت على كلمه تثبيت اوفيس اوتوماتيك هيثبت لي الوضع الافتراضي. فانا ما بضغطش على تثبيت اوفيس 365 انا بنزل على كلمه عرض التطبيقات والاجهزه عشان اعرف اختار اللي انا عايزه بالظبط. فهضغط على عرض التطبيقات والاجهزه هيفتح لي نظام تثبيت المنتجات الموجوده وهو عاملهم لي هنا على قسمين. يعني عامل لي التثبيتات بتاعتي على جزئين. الجزء الاول اللي هو في كل التطبيقات الخاصه باوفيس 365 والجزء الثاني هو مخصصه لي لسكايب فور بزنس. طيب هاخد الجزء الاولاني اللي انا هبدا اثبت عليه الشغل بتاعي. بختار من اللغه اللي تناسبني. لو انا حابب ان هي تكون اللغه الانجليزيه خلاص انا ما بغيرش فيها. لو حابب انها تكون اللغه العربيه بضغط على السهم وبختار منها اللغه العربيه وهنا بيعرض لي طبعا اللغه العربيه للمملكه العربيه السعوديه تمام. فبختار اللغه العربيه. هنا الاصدار ده الاصدار بتاع الجهاز بتاعي لانه الاجهزه عندي اما اجهزه يعني حديثه او متقدمه جدا فليها اصدارات. الاصدار بتاعها لو انا حابب اعرف اصدار الجهاز بتاعي ممكن من ماي كمبيوتر هنا هضغط على ماي كمبيوتر تمام. هجيب الخصائص بتاعه الجهاز بتاعي لو انا حابب اعرف الاصدار بتاعي كام. هو هل 32 بت ولا 64 تمام. هنا لو لاحظتوا في نوع النظام او نظام التشغيل اللي عندي هلاقيه النظام التشغيل 64 بت تمام. ده اللي انا بحدد النسخه اللي انا هختارها في التحميل وتثبيت الاوفيس الخاص بيا.
لو لقيت عندي هنا 32 يبقى انا هنزل الاصدار 32 عشان يكون متوافق مع الجهاز بتاعي. ده بالنسبة لنوع الاصدار تمام اللي هو مطلوب مني. هرجع هنا على الحساب او التثبيت الخاص بي. تمام انا عرفت الاصدار بتاعي. لو انا عندي الاصدار بتاعي 32 هختار هنا 32. لو بالنسبه ل زي ما قلنا التثبيت انا بختار هنا اللغه بتاعتي واخترت اللغه العربيه، اخترت 32 او 64 ده على حسب مواصفات الجهاز او الرامات اللي عندي اللي شغاله على الجهاز بتاعي، وهضغط هنا على تثبيت اوفيس. تمام هنا جاب لي ملف افتراضي واللي هو بيكون 5 ميجا بايت يعني، فبعمل له حفظ عندي وبيبدأ يعمل داونلود وبينزل عندي الملف الخاص ده، وهو ده الملف اللي هو ببدأ بعد كده اعمل عرض للملف او تشغيل لي. تمام هنا لو عملت تشغيل للملف هيبدأ ينزل لي الحزمة الخدمية اللي هي تطبيقات وخدمات اوفيس 365 على الجهاز الخاص بتاعي، وهيبدأ يعمل داونلود. تمام وفي الوضع ده لازم يكون الجهاز متصل بالانترنت علشان خاطر ينزل الملفات على الجهاز بتاعي. الوقت اللي بيستغرقه في الخطوة دي اللي هي تنزيل البرنامج بياخد من حوالي يعني نص ساعة إلى ساعة على حسب قوة النت الإنترنت والسرعة النت عندك يعني. تمام فهيبدأ يعمل لي عملية تثبيت أو جاري تجهيز العناصر. تمام هنا بيجيب لي رسالة للسماح، بديله نعم عشان أكمل التثبيت عندي وتجهيز العناصر. انا طبعا هلغي عندي التثبيت، انا بالفعل مثبت. تمام ففي النهايه هيديك رساله ان هو اكتمل التثبيت بنجاح. طيب لاحظ معايا كده هنا كلمه الاجهزه عندي، شايفين كلمه الاجهزه دي لو ضغطت عليها بيعرض لي انا كام نسخه نزلتها وعلى اي جهاز. يعني انا هنا عندي كام نسخه، عندي 3 نسخ منزلهم على كمبيوترات. يعني انا عندي اهو النسخ اللي انا قمت بتثبيتها على اجهزه مختلفه بيديني عدد 3 نسخ ديسكتوب، وبيديني الاسم الجهاز، كمان بيديني النسخه اللي انا شغال عليها في الجهاز بتاعي. فزي ما حضراتكم شايفين انا عندي 3 نسخ شغال على 3 اجهزه كمبيوترات خاصه بيا فارد عليهم النسخ دي. طيب فرضا ان انا نزلت على الخمس اجهزه المسموحه ليا، طبعا انا اقصايا اقصى حاجه ليا 5 اجهزه على الديسكتوب، 5 اجهزه كمبيوتر او لابتوب. طيب انا نزلت الخمسه على الخمس اجهزه اللي عندي وفي نسخه وليكن منهم ضربت النسخه اللي عندي، طيب دلوقتي ايه الحل يعني؟ وعايز انزل ونزلت ويندوز جديد على الكمبيوتر اللي هو النسخه بتاعته ضربت، نزلت ويندوز جديد، طب انا عايز اعمل تثبيت لاوفيس، هل ينفع ان انا دلوقتي انا كده خلصت الخمسه بتوعي اللي هم مسموحين ليا، طب ازاي دلوقتي حل المشكله دي؟ ينفع ان انا انزل نسخه؟ ينفع. طب انا هعمل ازاي عشان انزل النسخه على الجهاز ده؟ بعمل ايه؟ بروح رايح للجهاز اللي هو فيه المشكلة او النسخة بتاعته تم انتهى صلاحيتها او زي ما بنقول عليها النسخة ضربت عندي، فبروح للجهاز ده وبعمل له ايه؟ تسجيل خروج. بعمل تسجيل خروج ليه
بكده يتم عدم احتسابها من ضمن النسخ الموجودة عندي. يعني اي نسخة بتبوظ عندي بعمل لها تسجيل خروج من اي جهاز تاني من خلال حسابي، كده بتعتبر النسخة مش معدودة عليا يعني. تمام، ده بالنسبة لتثبيت اوفيس. ونفس الوضع برضو مع تثبيت سكايب، ان انا بختار اللغة اللي انا عايزها، تمام، وليكن اللغة العربية، بختار برضو الاصدار اللي انا عايزه 32 مثلا. هنا برضو في الاصدار بيجيب لي نوعين من سكايب، هل بيقول لي انت عايز تنزل سكايب فور بيزنس اللي هو التطبيق الخاص ب 365 ولا بتعوز سكايب فور بيزنس 2015؟ طبعا انا مش هختار الاصدار القديم، انا هختار احدث اصدار اللي هو اللي خاص باوفيس 365 اللي هو دايما وبنقول باستمرار بيتحدث تلقائي، بتنزل ملفات التحديث بتاعته. فانا برضو بختار سكايب فور بيزنس اللي هو تطبيق اوفيس 365 وبيعمل له عملية تثبيت. وبنفس قصة التثبيت اللي هي حصلت معي في برامج وحزمة وخدمات اوفيس اللي انا قمت بتثبيتها، نفس القصة بتحصل معي. ده بالنسبة لعملية التثبيت. طيب كده خلصنا عملية التثبيت، هرجع للصفحة الرئيسية الخاصة بتاعتي وهشوف الاعدادات ازاي انا بعمل الاعدادات الخاصة بتاعتي. بالضغط على الاعدادات هيبدأ يعرض لي عدة حاجات ممكن ان انا اضبط في الاعدادات الخاصة بتاعتي بما يناسبني. من ضمن الاعدادات اللي هو المنظر او المظهر الجمالي والالوان والنسق اللي انا محتاجها. يعني هنا عندي جايب لي اكتر من مظهر جمالي اللي انا بفضله، الشكل العام بتاع التطبيق بتاعي او الواجهة اوفيس 365 بشوف ايه اللي يناسبني. طبعا بتختلف الاذواق من شخص لاخر. هنا جايب لي مجموعة بعمل له عرض للكل عشان يديني كل الحاجات المتاحة اللي انا ممكن اختار منها. يعني انا مختار قنديل البحر، لكن ممكن ان انا اغير مثلا، لو ضغطت هنا هيبدأ اوتوماتيك يعمل لي عملية تغيير للنسق الخاصة بالصفحة الرئيسية زي ما حضراتكم شايفين. بمجرد اي ضغط على اي نسق هيتم اوتوماتيك التحويل والتغيير اليها. ده بالنسبة للنسق الخاصة بيا. بعد كده اللغة والمنطقة الزمنية، اللغة والمنطقة الزمنية اللي هي مقصود بها اللغة الاعدادات ولغة الواجهة بتاعتي، لو ضغطت عليها عشان ابدأ ان انا اختار اللغة المفضلة لدي. تمام، زي ما قلنا انه في ناس بتحب ان هي تبقى الواجهة بتاعتها لغة انجليزية او حسب التخصص بتاعه، معلم فرنساوي، معلم الماني، لغة المانية، بيحب ان اللغة بتاعته ان هي تكون الواجهة بتاعته في التطبيقات. انا معلم لغة عربية بفضل ان تكون اللغة العربية هي الواجهة بتاعتي اللي هي بحث من التعامل معها. فانا هنا بختار من السهم الموجود اللغة اللي هي اللي انا هشتغل عليها او اللي انا هخلي كل التطبيقات بتاعتي بتتعرض باللغة دي. تمام، بس هو النت ضعيف شوية بيحمل اللغة. تمام، في التحميل اللغة اول ما يتحمل هيديني معظم اللغات الموجودة في العالم، فانا هختار منها اللغة اللي هي مناسبة ليا. ده بالنسبة للغة. تحت منها المنطقة الزمنية واللي هي اللي انا بختار منها القاهرة. تمام، وكل واحد بيختار على حسب الدولة بتاعته عشان تحدد لي الساعة والتوقيت الصحيح الخاص بي. كمان عندي تنسيق التاريخ واللي هو بيديني ثلاث خيارات في تنسيق التاريخ، انت بتفضل التاريخ بيكون ازاي. يعني بيجيب لي ثلاث تنسيقات في التاريخ بيعرضهم ليا. يحمل بس كده عندي او احاول ادخل من متصفح تاني عشان اعرض ليكم ازاي تنسيقات التاريخ والمنطقة الزمنية واللغة. تمام، بعد ما بخلص الاعدادات اللي هي المطلوبة من اللغة وتحديد المنطقة الزمنية بعمل عملية حفظ عندي. تمام، هنا تحت منها بيديني الوضع الداكن. لو انا فعلت الوضع الداكن
بيديني الخلفيه اللي هي الليليه، يعني اللي هو الوضع. في ناس ممكن بترغب الوضع الداكن، يعني شوفها لحظه التغير ده الوضع الداكن زي ما هو ظهر حضراتكم كده. تمام. لا مش حابب الوضع الداكن، بضغط مره ثانيه بيفتح لي اللون الابيض. هنا بعد كده الاعلامات، الاعلامات دي اللي هي قلنا عليها من فوق هنا، الاعلامات اللي هو رمز الجرس، اللي هي ان انا ممكن اتحكم فيها. يعني لو انا عايز اعلامات ولا مش عايز، يعني في ناس ما بترغبش لكتر الاعلامات، فممكن انا بكل بساطة ان انا اعملها الغاء لو انا مش عايز الاعلامات دي تظهر لي، فبعملها الغاء من التخصيص الاعدادات، بضغط عليها. وهنا اهو السماح بالاعلامات لو انا مش عايزها نهائي كده، بضغط عليها انتهت القصة بتاعت الاعلامات، مفيش اي اعلامات ولا اي اشعار هيجيني من اي حاجة، وكده اغلقت كل الاعلامات. لا طب انا عايز اعلامات معينة في حاجات معينة انا محتاج ان انا اخد اعلام عنها او استعلم عنها، فانا بديله فتح الاعلامات هنا العام كله بفتح له، وهنا من تحت انا اللي بحدد ايه اللي انا عايزه يعلمني بيه. التذكيرات، يعني التذكيرات دي يعني بمعنى ان انا لو عامل اجتماع مثلا فبيديني تذكير كل ربع ساعة او كل نص ساعة زي ما انا ضابط الوقت بتاعي، فبيديني اعلامات وبتظهر عندي الاعلامات تذكير بالوقت. وهنا الصوت بتاع الاعلام، يعني انت عاوز ليه صوت ولا عايزه بمجرد رسالة تظهر بدون صوت. البريد جديد، يعني في بريد الكتروني جاني، هل انت عايز اعلام ولا مش عايز. كل ده خيارات انا بختارها وبحددها زي ما انا عايز. تمام. بعد ما حددت دي الاعلامات هرجع للاعدادات اللي عندي. كلمة المرور اللي هي ان انا بغير كلمة المرور. نحن عارفين ان انا بيجيني على البريد الالكتروني او صحيفة الاحوال اللي انا بدخل عليها بيجيني الوضع الافتراضي بتاع الايميل وكلمة السر الافتراضية. من المفترض ان انا باخد بدخل عليهم اول مرة وبعمل تغيير لكلمة المرور الخاصة بيا. طيب كلمة المرور، انا بدخل على كلمة المرور تغيير كلمة المرور، وهيطلب مني ادخال كلمة المرور القديمة والكلمة المرور الجديدة ثم تأكيد على كلمة المرور. زي ما حضراتكم شايفين اهو تغيير كلمة المرور، بيطلب مني كلمة المرور اللي هي القديمة الخاصة بيا، وبعمل انشاء كلمة مرور جديدة ثم تأكيد لكلمة المرور القديمة الخاصة بيا، وبعمل ارسال. بمجرد ان انا اعمل ارسال بيتم التغيير لكلمة المرور. برجع هنا على الصفحة الرئيسية، شايفين هنا ده اللي قلنا عليهم التسع مربعات او التسع نقاط اللي هي بتفتح لي جميع المحتويات. لكن لو ضغطت على كلمة اوفيس 365 بيجيب لي الصفحة الرئيسية الخاصة بي اللي هي فيها التطبيقات بتاعتي. كده انا رجعت على الواجهة الرئيسية والصفحة الرئيسية الخاصة اللي عندي. فاضل معايا تغيير الصورة والدخول على تغيير الصورة. بمجرد الضغط على الايقونة اللي فيها رمز الصورة الخاصة بتاعتي. تمام. طبعا هو مفترض ان بيجي لك بدون صورة، فانا اضغط على اساس ان انا اغير على الصورة بتاعتي. بضغط على الصورة، على نفس الصورة بتاعتي، التقاط صورة. تمام. وببدأ ان انا ارفع صورة من جهازي، الصورة اللي هي خاصة بي سواء صورة شخصية او صورة رئيسية، ابدأ ارفعها من جهاز واحملها. تمام. هنا اهو بيديني استعراض.
وبيفتح لي المربع حواري للكمبيوتر بتاعي اللي انا بتوجه بيه على الصور اللي انا حابب ان انا مثلا ان انا ارفع له صورة معينة. تمام، بشوف الصور اللي عندك، كل واحد طبعا بيكون محتفظ في الصور بتاعته في مكان معين، فببدأ ان انا بدخل على الصور الخاصة بي وببدأ بعمل له رفع للصور الخاصة بي. زي ما حضراتكم شايفين قالك الصور، ممكن بختار اي صورة وبيعمل لها رفع للصورة، فبيبدأ يحملها وبيعمل عملية حفظ للصورة. دي كل الفكرة بالنسبة لتغيير الصورة اللي عندي. تمام، هنا الحساب بتاعي اللي هو هيوجهني، لو ضغطت على كلمة حسابي هيوديني للإعدادات او اللي هي فيها تثبيت الاوفيس اللي دخلنا على التثبيت، هديك كل الحاجات اللي هي فيها التثبيت اللي هي دخلنا عليها قبل كده. تمام، ودي فيها البيانات الشخصية هنا في حسابي، دي اللي نحن ثبتنا منها عرض التطبيقات والاجهزة اللي دخلنا عليها في التثبيتات اللي هي ممكن ادخلها من الاسم بتاعي من حسابي. تمام، من خلالها ممكن ان انا بعمل عملية تثبيت خاصة بالاوفيس 365. هنا المعلومات الشخصية والمعلومات دي بتكون اوتوماتيك ثابتة مش بتتغير، في حالة التغيير بيكون عن طريق الوزارة او الدعم الفني. هنا الاشتراكات اللي انا مشترك فيها في التطبيقات اللي هي اوتوماتيك بيكون كل التطبيقات اللي انا مشترك فيها. تمام، هنا الخصوصية والامان اللي هو تغيير كلمة المرور، تغيير كلمة المرور الخاصة بيا. هنا اذونات التطبيقات اللي انا مشترك فيها اللي هي في بتبقى تطبيقات اوفيس 365 او التطبيقات اللي انا دخلتها وسجلت عن طريقها بايميل المعلم، فهو بيديني التطبيقات دي بيربطها لي بحساب اوفيس 365. هنا زي ما حضراتكم شايفين اكتر من حاجة مرتبطة بالايميل الخاص بيا. طبعا هنا كلمة ابطال، يعني انا لو عاوز انهي الحساب ده من اوفيس 365 بعمل له ابطال، لو انا عايز التفاصيل بتاعه الحساب بيدهاني، دي كلها تطبيقات خارجيه بيدهاني، وهنا تحت منها هيديني التطبيقات اللي هي الخاصه باوفيس 365. تمام، دي اشهر وابرز الحاجات اللي هي خاصه بالواجهه الرئيسيه. ارجو من الله واتمنى ان اكون قدمت يعني فائده لكم، وان تكون في معلومة وعرفت ان انا اوصلها لحضراتكم يعني. فبكده بكون انهيت الجزء الاول بالنسبة للواجهة الرئيسية لأوفيس 365، لنبدأ ان شاء الله الجزء الثاني.